وفي الخدمات والحقوق أيضا افتتح قائم مقام قضاء تكريت عمر الشنداح ومدير البلدية نصيف جاسم علوة تكريت لبيع الأسماك. وتمت دعوة المواطنين للتبضع من السوق الجديد لمنع الباعة المتجولين من تشويه منظر المدينة وتراكم النفايات. وبينما طالب الشنداح الجميع الالتزام بضوابط البيع الجديد، أكد مدير البلدية نصيف جاسم وضع خطة لمحاسبة المخالفين للشروط من أجل الارتقاء في تقديم الخدمات بعموم تكريت وبجميع القطاعات. افتتحنا هذا اليوم السوق المخصص من بلدية تكريت لباعة الأسماك وبقية الباعة المتجولين، باعة الدجاج الحي وبقية المواد اللي تنتشر بشكل تكريت. هذا السوق اليوم جاء نتيجة مبادرة من بلدية تكريت لوضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على جمالية الشوارع العامة وتركة مخلفات غير صحية أيضا فيها. هذا اليوم السوق متكامل من كافة الخدمات الكهربائية والخدمات الصحية والماء أيضا الجاهز للغسل، بالإضافة إلى خدمات أيضا وقوف السيارات على شارع رئيسي. وبالتالي اليوم ندعو مواطنينا في أن تكون التبضع لهذه المواد من هذا المكان حصرا، حيث أننا سنقوم بمنع الباعة المتجولين للسمك من التواجد في شوارع داخل مركز المدينة لما تؤثر حقيقة بشكل سلبي على جمالية هذه الشوارع، وبالتالي يكون لهذا السوق ايضا اضافات في ايضا بعض المواد اللي تباع بشكل عشوائي ايضا داخل المدينه. هذا الافتتاح اليوم هو ضمن توجهات حكومه محافظه صلاح الدين الجديده برئاسه السيد المحافظ الاستاذ بدر الفحل في الاهتمام بمركز المحافظه اهتمام كبير، وهذا ياتي ايضا ضمن هذه التوجهات وبدايه باكورة عمل مهمة في إظهار مركز المحافظة بالمظهر اللائق. يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تم تنفيذها من قبل بلدية تكريت بطريقة التنفيذ المباشر وبمدة قياسية قدرها 60 يوم وطبقا للمواصفات الهندسية. يحتوي هذا المشروع على 24 محل لبيع الأسماك، كل محل بمساحة 20 متر مجهز بكافة التجهيزات الكهربائية والصحية والمائية. عمدت بلدية تكريت على تصميم هذا المشروع ليكون جامع لبيع الأسماك الموجودين في المناطق والشوارع الرئيسية في مدينة تكريت وجمعهم في منطقة واحدة. إن شاء الله سوف يتم منع بيع الأسماك في الشوارع وما يسببه ومن حالة يرثى لها، سوف يقوم بجمعهم في هذا المشروع إن شاء الله. وندعو كافة البائع المتجولين إلى مراجعة بلدية تكريت مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية لهم ليتم حجز المحلات إليهم.